السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. هذا النهار غادي نتكلموا ان شاء الله على الاكل ديال الارانب، الاكل اللي تقدر تعطيه الارانب وما يضرهمش، يعني بحال الخضر. يعني شحال من واحد كيغلط وكيبقى يعطي الارانب ديالو يعني القشور ديال الخضار ولا لقامة ولا هادو كلهم. انا كنصح كاع اللي كيربي يعني المربي ديال الارانب ما يستعملش هذا النوع من العلف. علاش؟ لانها كيدير لهم مراره، راه واخا كيعيشهم ولكن واحد الوقت الا فتحتي الاحشاء ديالو كتلقى فيه المراره ديالو، مسكين معذباه ويقدر يموت لك في اي لحظه. اللهم الماكله اللي تقدر تخدمها اسمو هي الخبز. الخبز اللي كيشيط عليكم هو هذاك مزيان. سمو غادي ديروا الخبز، غادي تخليوه يكرم في الشمس حتى يكرم مزيان، ما تعطيهوش. الا مشيت تعطيتي الخبز يعني غير البابه ديالو راه كيقتلهم. عندكم ثلاثه الحوايج، اما الخبز الناشف يعني اليابس هكا، وان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تقدروا تقطعوا هذا الخبز بهذه الطريقه. وعندكم الفصه اليابسه، شوفوها هي فصه وهي يابسه، كتباع واحد كيقولها البالا ديال الفصه، وما غالياش، كدير شي 60 درهم. بالا كبيره يعني غادي تضرب لكم واحد الشهر، ولا الا بقيتو تستعملوا يعني كميه بحال هكا كل واحد تعطيه شحال المقدار ديالو، راه حتى الشهر يعني 4 الانات ولا حتى 5، راه شهر، راه تضرب شهر نيشان. يعني كنقول لكم شي حاجه مجربه. وكاين الحاجه الثالثه وهي السيكاليم. هذه الاثمنه ديالو راه الخنشه كدير 1900، يعني 95 درهم كدير 1900. الا بغيتو تشريوه بالديتاي كيبيعوه ب 90 ريال، يعني 4 دراهم ونص. هو الا شريتيه بالجمله الخنشه فيها 25 كيلو، يعني كيتقام ب 76 ريال. 76 ريال الا شريتو بالجمله، كيطيح الحقيقه كيطيح ارخص. هذا الا مشيتو حتى بغيتو تعطيه للارانب ديالكم، هادو كيشبعهم دغيا لان كيكون فيه جميع الحوايج اللي خصهم تعطيهم. الذره الا مشيتو تحليتو حبه من هادو هكا، اسمحوا لي، الا مشيتي تحليتي حبه هكا ولا شميتي الريحه، غتلقى فيها تقريبا الريحه ديال الذره، الريحه ديال الشعير، الريحه ديال، هما دايرين بزاف ديال المكونات، وتا البروتين، يعني البروتين دايرينو فيه، يعني كتحس بالارنب ما غاديش ياكل بزاف. تقدر دير منه القن البالغ، تقدر دير منه 100 غرام. 100 غرام ملي عبرتو لقيت تقريبا هو حك ديال دانون، حك ديال دانون فيه 100 غرام. تقدر تقسمو على وجبتين، حك ديال دانون دير له النص الاول وتخليه للعشيه، تعطيه النص الثاني. وباش ما يطيحش لك، لان هذا شويه غالي، باش ما يطيحش يعني المصاريف بزاف، تقدر تستعمل هاد الفصه مره، وتقدر تستعمل الخبز اليابس اللي هذاك كيكون عندك في الدار، في اي واحد كيشيط عليه واحد شويه ديال الخبز هذا كيشدو. وباش ما يضيعش هذاك الخبز، ما ديروش ميكا، لا فرش واحد خشبه ولا اللي كان فرشها، وحط هذاك الخبز على ديك الخشبه. سمو غادي يوقع هذاك الخبز، غادي الشمش غادي يتشمش مزيان، ومن بعد اما تدقوا بالمهراز، اما غادي نوريكم واحد الطريقه ان شاء الله في الفيديو القادم كيفاش غادي تقدر تطحنوه بحال هكا. هكا كتساعدهم هما على باش كيجيهم ساهل. اذا ان شاء الله في انتظار الفيديو المقبل ان شاء الله. ساندونا الى عجبكم الفيديو، تكيو على زر جيم وتكيو على الجرس باش يقدروا يوصلكم الجديد ان شاء الله. عواشركم مبروكه والى اللقاء.